حلو. أنا طبعاً أنا أبو كرم يعني أتعشم أيضاً أنه تطلب من صوتي أغنية مثل ما طلبت من ضيفتك، بس متأكد أن أنت مراعين أنه مرهق اليوم رايح المباراة وجاي، وأنا عشان صدحت لك يعني بالأغنية. أنت كنت في قلب المباراة تابعتها، أعطينا فعلاً انطباعك وانطباع الألاف حوالي يعني 88 ألف كانوا 40 ألف كانوا موجودين في الملعب، لكن معظمهم من مساندي المنتخب السعودي. خليني أقول لك أبو كرم، قبل المباراة كانت هناك ثقة في لاعبي المنتخب السعودي، ربما جاءت هذه الثقة نعم بعد الفوز على الأرجنتين وارتفاع الروح المعنوية، لكن كانت قبل المباراة كانت هناك ثقة على الأقل بأن المنتخب السعودي يحقق نقطة من التعادل. بدأت المباراة أبو كرم واضح جدا، هو يعني يقال أن أسلوب المنتخب البولندي هو أعطائك الحرية والاستحواذ، وهذا غير صحيح. نعم هو أسلوب المنتخب البولندي، ولكن بعد الهدف اللي جاء للمنتخب البولندي شوف كم من الفرص أهدرها المنتخب السعودي في الشوط الثاني، وإحنا نتابع المباراة أبو كرم من المدرج يعني لدينا ثقة في كل هجمة أنه ممكن يجي التعادل في أي وقت، وهذا أبو كرم لم يعني لم نعتاد عليه في مباريات المنتخبات يعني على الأقل السعودي والخليجية عندما تقابل المنتخبات الأوروبية، ومثل ما أشرت أبو كرم منتخب ليس بالسهل، لديه تاريخ عظيم في 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 بطولات كأس العالم. أبو كرم فنياً ما تستطيع حقيقة أنه تقول والله أنت تنتقل مثلاً، أو أنه تلاحظ على السيد ريناند. خلينا نكون واقعين، اليوم ظروفه صعبة، يفقد اثنين من أهم عناصر المنتخب السعودي في الآونة الأخيرة، القائد سلمان الفرج والظهير ياسر الشهراني، رغم ذلك يلعب بنسبة يعني استحواذ بنسبة 54% في الشوط الأول. في الشوط الثاني كان هناك بعد يعني خلينا نقول أربع فرص متتالية قبل القائم التي سنحت لمهاجمي منتخب بولندا. في كل الأحوال يعني حاول ريناند نقل سعود كريري من الظهير الأيمن إلى الظهير الأيسر لانتعاش اللعب. أنت تعرف أنه أنا بدي أبو عبد الله ما بدي تحليل المباراة، كان بدي بس يعني انطباعات أنه أنتوا اليوم لما أنا أول مرة بشوف منتخب خسران والناس عم تشيد فيه. هذا ما كان بعد المباراة أبو كرم، صفق الجمهور بحرارة إلى اللاعبين، حتى اللاعب الذي أخطأ عبد الإله المالكي صفق له الجمهور. هناك أيضا ارتياح من الجماهير السعودية يعني صغير وكبير بأن مباراة المكسيك ممكن أن يعمل المنتخب السعودي يعني المطلوب منه ويحقق الثلاث نقاط ويتأهل بغض النظر عن الحسابات الأخرى. هناك علامة رضا يا أبو كرم. خليك معنا، احنا حنرجع لك يعني لسه معنا موجود في البرنامج. جوري انت تابعتي المباراه او انا سابقت يعني المباراه؟ اول شيء شايفك لابسه شعار المنتخب السعودي طبعا. ايوه. كيف شفتي المباراه الاولى؟ كيف شفتي المباراه الثانيه؟ بصراحه في المباراه الاولى قدموا شيء مره حلو، لعبوا مره بطريقه بروفيشنال، وكذلك في المباراه الثانيه طبعا يعني الله يعطيهم العافيه. انتوا مين شفت؟ انت واهلك؟ انا واهلي. انا واخوي الصغير. والله وتعصبي على اخوي الصغير مره، وانا هو جالسين نتفرج، وهو ويعني انا ما اتابع كوره، بس لما يكون شيء للمنتخب زي كذا طبعا لازم. وطلعتي مبسوطه ولا طلعت؟ طلعت مبسوطه، وانا فخوره فيهم حتى لو خسروا زي كذا. وخسروا بس انا فخوره فيهم، وكل الشعب السعودي فخور فيهم.